عليكم لافامي، مرحبا بكم عندنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كنتم كاملين بخير على خير ان شاء الله. المهم اخوتي جبرتونا انا بلجيكا الخوت دارنا واحد الدوره مدينه. المهم اخوتي شنقول لكم، بروده اخوتي، برد السمد، برد يدين كلاصينا اخوتي، اقسم بالله شبر كاميرا ويدين كلاصي. الله يحسن العوان الناس اللي كتنعس الزنقه، الله يكون في عوانهم اخوتي. الا نعس شي واحد نعس الزنقه غدا يصبح متلج، يصبح ميت. المهم الخوت اللي بغيت نقول لكم الخوت، على حساب الاسره الا بغات تجينا من بلجيكا، الناس اللي كيسولوني كيقولوا لي كيفاش الاسره الا جاتنا من بلجيكا اش الناس تعمل، اش الناس تدي، اش الناس. المهم اخوتي اول حاجه ما تجيش اخوتي في بروده برد، ما تجيوش، اجيو في الصيفيه، في الصيفيه الا قدرتوا تجيو. واحد ثاني حاجه اخوتي، الا جيتوا عندكم حل واحد، طلبوا اللوجو، طلبوا اللوجو. اللوجو اخوتي بعدا يديوكم لواحد بلاصه غادي ديبانو فيها، تسكنوا فيها، تاكلوا وتشربوا، تيحن الله وتوما الزهر ديالكم اخوتي، توما الزهر ديالكم باش يعدلوا لكم الوراق. سمعتوني الخوت، خوت انا النصيحه اللي نعطي لكم الخوت، ما احسن الراجل يجي هو الاولاني يدبر على راسو، يعوض الوريقات ديالو، ويطلع مراتو ويطلع وليداتو. اما الا طلعت اسره كامله شنقول لكم اخوتي، الله يحسن العوان وصافي اخوتي. والله الا بقيتوا اخوتي في الزنقه ومعاتكم في تمشيو غادي تكرفسوا كاملين. اللهم الراجل بعدا يتكرفس بوحديتو، بعدا راجل باش بعدا يعدل الوريقات ديالو، يدبر خديمه ويخدم على راسو، وديك الساعه يحن الله يطلع مراتو يطلع وليداتو. سمعتوني الخوت، هادشي اللي بغيت نقول لكم والله العظيم. والناس اللي كتسالني عوناتك، اللي كيقولوا لي اخوتي بارده اخوتي، اقسم بالله شبر كاميرا، شبره على بالدرع بالدرع بالدرع، والله لا شبره بالدرع الخوت، اقسم بالله شنقول لكم. اي بلاتي سمحوا لي واحد دقيقه الخوت. المهم الناس اللي كتقول لي كيفاش زعما تقدر تعمل بطاقه ديال الطبيب، كيفاش تقدر تعمل هنايا بطاقه ديال التران والطوبيس وداكشي. خوتي هنايا بلجيكا بطاقة الطبيب ما كايناش الخوت، ما كيعندوش بطاقة الطبيب، أنا وما عنديش بطاقة الطبيب الخوت، ما نكذبش عليكم. بطاقة الطبيب كانوا كيعدلوها شحال هادي، دابا مابقاوش كيعدلوها، كتجيب الوراق ديالك كتدخل. المهم إلا كنت مريض، إلا كنت مريض كتمشي لعندهم كتقول لهم أنا مريض، كي داخل كتعطي الاسم ديالك، الأصل ديالك، كتعطي العنوان ديال شي دار كيما كانت، كتدخل كيداويوك. المهم هنايا كيداويوك أخوتي، سمعتيني؟ ومن بعد كيصيفطوا الفاكتورة ديك لادريسة فين صيفطتيها. المهم يا بالورق يا بالورق كداوى هنايا الحمد لله يا ربي، غادي يداويوك ما يخليوكش يا دبسي في الزنقه. المهم الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه كيفاش تقدر تعمل كيفاش تقدر تعمل بطاقه ديال الطوبيس وديال الترين. المهم بطاقه ديال الطوبيس والترين هي الباسبور ديالك، الباسبور ديالك مشي عندهم كتعدل ديك البطاقه ديال الطوبيس والترين وصافي. وعلى حساب الناس، على حساب الناس اللي كي المهم دابا الا وقفك شي كونترول ديال البوليس، كونترول دو بوليس اخوتي ما عنده ما يعمل لك، بوليس ما عنده ما يعمل لك، اي شبرك ما عندكش الوراق ما عندكش مشاكل صافي، تقول له الاسم الاصل، تقول له مينتينا كيديك كوميساريه، كيديك كوميساريه كيبصمك، سمعتيني كيبصمك هادي طان طان طان، كيعمل لك تصاور كيرخي لك، ما عنده ما يعمل لك كيرخي لك. هنايا ما تجبدش مشاكل، بلجيكا ما كترجعش من المغرب الخوت، نقول لكم جيكم صراحه ما كترجعش من المغرب. المهم على حساب الجواج وداك الشيء، على حساب الجواج، الجواج الخوت كذب عليك كذب، يقول لك خاصك تهود المغرب عاد تجوج وعاد ترجع، لا ما كايناش داك الشيء هذاك، ما تثقوش يا اخوتي. كاين بزاف ديال اليوتيوبر كيقولوا هاد الهضره هادي، سمعتهم كيقولوا لان الا بغيتي تجوج خاصك ضروري تهود من المغرب وتعمل الجواج وترجع. لا ما كايناش، انا عندي صحابي تجوجوا هنايا، المهم هما باقين هنايا الحمد لله يا ربي، وعدلوا الوريقات ديالهم وسهل عليهم الله الخوت. هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، وتحياتي لكم كاملين بكم الخوت. المهم اخوتي جبرتونا دابا حنايا ماشي بحالنا الدار، شنقول لكم اخوتي، وباقي ما عندي، باقي عندي ما يتعاود اخوتي، عندي بزاف ما نعاودكم، وان شاء الله غادي نعاودكم اخوتي كيفاش انا، كيفاش انا اخوتي جبت معاهم هنايا بلا ورق، بلا ورق، وكيفاش اخوتي ملي شبروني البوليس، شحال مره شبروني البوليس انا بلا ورق اخوتي، ما عنديش الورق، وتشوف انا شنو عملت معاهم. ان شاء الله تمشي للدار ونجلس ونعاودكم اخوتي، وغادي تشوفوا القصص ديالي اخوتي اللي دوزت هنايا في بلجيكا ان شاء الله اخوتي. تحياتي لكم كاملين بكم الخوت، وشكرا لكم على الدعم ديالكم اخوتي. دابا جبرتونا اخوتي ماشيين اخوتي دابا نشبروا الطوبيس، غادي ندخلوا بحالنا برد اخوتي، اقسم بالله واحد البرد شنقول لكم اخوتي. الله يحسن العون اخوتي، والله العظيم الله يحسن العون الناس اللي كينعسوا الزنقه،
هادشي اللي بغيت نقول لكم. في فوا في فوا با هاي فين يقول لكم البروده اخوت سيمو بالله البروده والله مش غنقول لكم اخوتي هاي فين هي قوريه وكتعرف الكور هنايا كيحمقوا على المغاربه الخوت سيمو بالله اللي كيحقوا كيبغوا المغاربه الجزائريه التوانسه هادو ثلاثه بهم كيحمقوا عليهم يا ربي سهل عليكم تجيو هاد الارض هادي ان شاء الله وانتم تما اخوتي المهم سبب عبدي وربي عينك ثم هي سبوا اخوتي وربي عينكم ان شاء الله وكاملين بكم ربي يفرج عليكم تجيو تعاونوا الوالدين ديالكم اخوتي ان شاء الله احنا هنا في اوروبا هذه جينا نعاونوا الوالدين ديالنا ما جيناش يا اخوتي نتمنيكو اغوشا دروات وداك الشيء اخوتي سمعتوني المهم اخوتي تحياتي لكم اخوتي دابا غادي نمشيو نشوفو الطوبيس غادي ندخلوا بحالنا للدار واحد البروده ما عندي ما نقول لكم اخوتي اخوتي الله يحفظكم الله ينجيكم اخوتي من هذه البروده هذه ما تنعسوش في الزنقه الناس اللي كتنعس الزنقه الله يحسن عوانها اخوتي الله يحسن عوانها هذا الشيء اللي غنقول لكم وهذا الشيء هذه الوقيته هذه انا دوزت هنايا في بلجيكا اخوتي الشتا والثلج اخوتي وساعة نعاودكم ان شاء الله القصص ديالي وغادي تشوفوا بزاف معاناة الدوز اخوتي ومن بعد ربي كيفرج فهمتي ربي ملي كيسهل عليك الله كيسهل عليك الله ان شاء الله يكون الخير تحياتي لكم اخوتي والسلام عليكم الخوت